الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فتسن تأكيدا بفاضل مالنا في كل وقت سيما رمضان. نعم، الصدقة لا تكون إلا بفاضل المال. فإذا لم يكن عندك إلا قوت أبنائك أو قوتك وقوت ولدك فلا حق لك أن تخرج هذا صدقة. لماذا؟ لأنه قد تعارضت الصدقة المندوبة مع النفقة الواجبة، ومتى ما تعارضت النفقة الواجبة مع الصدقة المندوبة فالواجب تقديم ماذا؟ الصدقة الواجب، نعم النفقة الواجب. وكذلك إذا تعارض الصدقة وقضاء الدين فأيهما يقدم؟ الدين. فإذا لا ينبغي أن تجنح إلى الصدقات المندوبة إلا إذا لم يكن شيء في ذمتك من نفقات واجبة أو زكاة واجبة. فلا ينبغي للإنسان أن يتصدق إلا بفضول ماله. ودليل ذلك ما في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: عندي دينار. قال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت، أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يمون. ثم قال: في كل وقت، أي أن الصدقة لا توقيت فيها، فالصدقات المندوبة تصح في كل وقت ليلا أو نهارا. وذلك لأن المتقرر عند العلماء أن جنس النوافل أوسع من جنس الفرائض، فوسع الشارع في الصدقات المندوبة ما لم يوسعه في الزكاة الواجبة. فإن تصدقت في الليل صحت صدقتك، في النهار صحت صدقتك. فإن قلت: وأيهما أفضل، الصدقة بالليل أو النهار؟ نقول: لا فضل لا في هذا ولا في هذا، لقول الله عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار فساوى بينهما. إلا أن العلماء قالوا إن تقديم الليل على النهار هنا لا بد أن يكون له حكمة، وهي أنه أبلغ في الخفاء والإخفاء. فإذا ليس لأنه ليل، وإنما لأنه مظنة الخفاء والاختفاء. وبناء على ذلك فنهار رمضان في هذا الزمان الصدقة فيه قد تكون أفضل من ليله. لما؟ لعظم الخفاء والاختفاء فيه، كما قال بعضهم مراعين لهذا المبدأ، وسيأتي بعد قليل تفصيل أكثر. ثم قال: سيما رمضاني. وهذا للدليل الأثري والنظري. أما الدليل الأثري ففي الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير المرسلة، أجود من الريح المرسلة، أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا لفظه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أجود بالخير من الريح المرسلة. وأما من النظر فلأن المتقرر أن العبادة يعظم أجرها وثوابها بعظم الزمان والمكان، فلما كان رمضان زمانا فاضلا صارت الصدقة فيه أعظم أجرا وثوابا. نعم. ثم قال آخر بيت عندنا: قال الناظم: نرى الله بصيرته أو وقت حاجتهم وكن مستخفيا إلا لمصلحة فبالإعلان. قال: أو وقت حاجتهم، يعني كلما كان الفقير أشد حاجة للصدقة كلما كان إخراجها في هذا الوقت أفضل من غيره. فإذا كان محتاجا إلى الصدقة في شعبان فصدقتك عليه في شعبان أفضل وأعظم أجرا منها في رمضان، لأن القضية قضية كشف الكربة حالية الآن، فلا ينبغي أن تؤخر المصلحة الحالية من أجل ترقب مصلحة آنية يعني متأخرة. فالمصالح الحاضرة أولى بالمراعاة من المصالح
المتأخرة؟ معي يا شيخ فايز؟ المصالح الحاضرة أولى بالمراعاة من المصالح المتأخرة. ثم قال وكن مستخفيا، لأنه أدعى للإخلاص ولأنها نافلة، والأصل في النوافل الإخفاء للإعلان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وقبل ذلك قول الله عز وجل وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. إلا أن مسألة الإخفاء قيدها بشيء، قال إلا لمصلحة فبالإعلان، لقول الله عز وجل إن تخفوا الصدقات، إن تبدوا الصدقات فنعماه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعلن الصدقة ويأمر بالصدقة المعلنة حتى تكثر ويشجع غيره ممن فترت نفسه عنها. ولذلك في صحيح الإمام مسلم من حديث جرير أن قوما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مضر مجتاب النمار، فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، فدخل بيته ثم خرج ثم قال يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إلى أن قال تصدق رجل من ديناره، تصدق رجل من تمره، تصدق رجل من صاع بره، إلى أن قال ولو بشق تمرة. فجاء رجل بصرة كادت تعجز عنها يده بل عجزت، فألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهب، ثم قال من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. أي سنة حسنة؟ الصدقة المعلنة. فهنا صار الإعلان أفضل لاقتران المصلحة به. ومن المعلوم أن الخفاء والإعلان ليس فضلهما ذاتيا، وإنما الإخفاء صار أفضل لاقتران المصلحة به، لكن إذا تخلفت عنه المصلحة وصارت عين في الإعلان صار الإعلان في هذه الحالة أفضل، إذ الأفضل هو ما تعلقت المصلحة به إخفاءً أو